أنا أذكر رحم الله الشيخ أبو جهرة. الشيخ أبو جهرة دخلنا عليه في دارة حدائق القبة بالقاهرة. بعد فترة إجا هو شوية بدين، بمجرد أن قعد التفت لي بتشنج. أنا كان ويانا محامي من بيت دراج من القاهرة، وياي الله يرحم سيد رضا الوردي، وحج جواد واحد من أهل الكاظمية. قعدنا ثلاثة، التفت لي بتشنج بعد مو قاعدين. قال ايه حكاية كلمة عادية عندكم؟ قلت له مولانا اولا احنا ضيوفك، وبعدين هاي حكاية المتعة عندكم ومو عندنا. قال لي كيف؟ قلت له الآن انتوا اجماع المذاهب عندكم على ان الانسان يتزوج امرأة بنية ان يطلقها، يتزوجها وبنيته ان يطلقها، يتزوجها الصبح بنيته يطلقها العصر، وهي تدري وهو يدري والعاقد يدري والولي يدري، بالاجماع عندكم جائز هذا. قال ايه شو المتعه؟ شلون حمراء خضراء؟ هي هاي المتعه؟ ها؟ مو متعه هاي عندكم؟ اذا نقد هاي عندكم، هذا تفضل هاي الكتب بين ايديكم شوفوها. قال لا هاي روايات ضعفها. قلت له ارجوك لا تقول لي روايات ضعيفه، انا شغلتي هاي، مو انه انا متبعها وموجوده وان الروايات متينه واجماع فقهاءكم على هذا، وحكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. ليش التشنج يا مولا؟ مساله انت عرضتها، ناقشها علميا ما في مانع. اذا تناقشها علميا ما في مانع، احنا نقبل اذا عندك نظريه ناهضه، وشوف وجهه نظرنا، دليلنا شنو. فقصدي لا يكون الفقيه يكون اكو عنده تشنج، ها؟ تشنج لا، لان انت جيت قارع فقيه مثلك، فينبغي اداب المقارعه، اداب المحاججه، تتحكم بالاثنين.